فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الصلاة وراء الكبر لا يجوز ولا تصح إيش؟ الصلاة. إيش؟ وراء الكبر، ها؟ الصلاة إيه؟ وراء الكبر لا تصح ولا يجوز. وفرع من ذلك هل تصح الصلاة وراء كبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ نعم. والله المسجد النبوي بارك الله فيك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، إنما دفن في بيت عائشة، أليس كذلك؟ طيب، ولم يبنى عليه المسجد أيضا، وإنما كان المسجد قائما من قبل من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في أواخر المئة احتاجوا إلى زيادة فيه، ولم يروا أحسن من هذه الجهة، فزادوه من هذه الجهة، ودخلت حجرة عائشة في نفس المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. فلا حجة فيه للذين يبنون على القبور. نعم.